السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم طارق من ايفون اسلام. النهاردة هتكلم على الاي او اس 4، الفيرموير الجديد من ابل اللي طبعا معظمنا نزله على جهازه وشغال عليه دلوقتي. هتكلم على بعض المميزات، مش كل المميزات طبعا لان مميزاته كتيرة. هتكلم عن المميزات بس اللي انتوا سألتوا عليها، منها المالتي تاسكينج. المالتي تاسكينج في الايفون مختلف تماما عن اي مالتي تاسكينج في اي اوبريتنج سيستم تاني. تعدد المهام في اي نظام تشغيل، البرنامج فعلا بيفضل شغال في ذاكره الجهاز وبيستهلك من موارد الجهاز ويقدر يعمل اي حاجه في الخلفيه هو عايزها، لكن الوضع في الايفون مختلف تماما. التعدد المهام محصور على 7 مهمات ممكن البرنامج يعملها في الخلفيه. المهمه المشهوره منهم هو حاجه اسمها فاست سويتشنج او التحويل السريع. التحويل السريع مش معنى ان الابلكيشن اول لما تفتحها تظهر بنفس حالتها القديمه، مش معنى كده ان هي كانت شغاله في ذاكره الجهاز، بل الحاله بتاعتها بس هي اللي اتحفظت. فمش عايزك تشغل بالك ابدا وتحاول ان انت تقفل البرامج، تفتح البرامج كل شويه وتقول دي شغاله في الخلفيه وتحاول تقفلها. وصلت لنا ايميلز كتير بتتكلم على المشكله وانه انا دايما كل ما افتح برنامج بحاول اقفله. انصحك ان انت ما تقفلش برامج، حاول ان انت تتعامل مع جهازك بشكل طبيعي، انسى ان في حاجه شغاله في الخلفيه. طبعا لما تدوس على زرار الهوم مرتين بيطلع لك ايه البرامج السابقه اللي انت شغلتها قبل كده. لو كان في برنامج الحاله بتاعته محفوظه فهو هيظهر لك بشكل سريع. هديك مثال، عندك مثلا برنامج المصحف، اما تشغله لاول مره طبعا لازم يحمل، واول لما تخش عليه تقدر عادي تتصفح فيه. مثلا هنحاول ان احنا نجيب التفسير ونقفل البرنامج. طبعا لو اما اجي ادوس على الهوم مرتين هلاقي البرنامج، لان هو يعتبر اخر برنامج انا فتحته، هتكون الحاله بتاعته محفوظه لانه في البرمجه بتاعته احنا قلنا له ان هو يدعم الاي او اس 4 ويدعم الفاست سويتشنج او التحويل السريع ما بين البرامج. البرامج اللي هي لسه ما عملتش تحديث فمش هتكون بتدعم موضوع الفاست سويتشنج زي برامج كتير قوي لينا مثلا. فهو ده المالتي تاسكينج اللي انتوا بتسالوا عليه. موضوع بمنتهى البساطه، البرنامج بيحفظ الحاله بتاعته، اول لما تشغله تاني هيشتغل على نفس المكان اللي هو كان موجود فيه. ده مش معنى كده ان هو كان شغال في الباك جراوند، مش معنى كده ان هو شغال في الخلفيه، لكن طبعا في برامج تانية هتستفيد من ميزه ان هي تدي اوامر في الخلفيه او تدي حاجه في الخلفيه. ما انصحكش ابدا ان انت تقفل البرنامج لان دوت كانك بتقطع شغل البرنامج، فحتى لو كان في حاجه المفروض تتحفظ في على الجهاز بتاعك فهو مش البرنامج مش هيقدر يحفظها اما انت تقفله بالوضع ده كده. هتكلم على ميزه تانية في الاي او اس 4 وهي ميزه الفولدرز او المجلدات وازاي تقدر تعمل فولدرز. طبعا انتوا عارفين ان احنا لما ندوس على البرنامج لمده طويله البرنامج بيقدر يتهز واقدر احركه من مكان لمكان احطه في اي حته تانية. دلوقتي مع الاي او اس 4 تقدر ان انت تحط البرنامج فوق البرنامج فيعمل حاجه اسمها فولدر ويسمي الفولدر بتاعك او المجلد بتاعك باسم التصنيف بتاع البرامج اللي انت حطيتها. طبعا انت ممكن تغير، لو عايز تغير الاسم تخليه اي حاجه، فطبعا ده متاح لي. ممكن كمان ان انت تحط، انا بستخدم الايموجي في الحاجات دي بيبقى شكلها جميل. زي ما انتم شايفين عملت فولدر اسمه جيمز. لو عايز تمسح الفولدر دوت كل عليك انت تدوس عليه وتطلع الابليكيشن اللي جواه بره. ممكن تدوس على كمان او ممكن طبعا تدوس عليه وتمسح البرامج اللي فيه لو انت عايز تمسحها بس كده، لو مسحتها تمسح من الجهاز تمام. دي خاصية الفولدرز في الاي او اس 4. ميزة تانية في اي او اس 4 عايز اتكلم عليها وهي ميزة التحويل السريع ما بين لوحة المفاتيح. لو انت دوست مدة طويلة هتقدر تجيب
اي كيبورد انت عايزها، عربي انجليزي الايموجي دول ثلاثه. من ضمن مميزات الاي او اس 4 هو المدقق الاملائي. طبعا هو مش شغال مع اللغه العربيه لكن شغال مع اللغات التانيه، وانت بتكتب مثلا في النوت ممكن تدوس على الكلمه مره واحده، لو هي عليها خط احمر بيديك الكلمه الصح بتاعتها او اختيارات لكلمات تانيه. طبعا في ميزه تانيه في الاي او اس 4 وهي ميزه الكات. دلوقتي انت ممكن تعمل كات للكلمه وتقدر تعمل لها بيست في حته تانيه. طبعا دي مميزات سريعه جدا لكن مهمه قوي. في ميزه تانيه للاي او اس 4 بعض التعديلات في الفويس كنترول. فعارفين طبعا الفويس كنترول بيجي عن طريق الضغط بمده طويله على زرار الهوم. ممكن اقول له what time it is. دي ميزه طبعا ما حدش كتير يعرفها، لكن برضو مش شغاله لو التوقيت بتاعك عربي. برضو من ضمن مميزات الاي او اس 4 ان انت دلوقتي تقدر تقفل الانترنت عن الجهاز، وناس كتير جدا كانوا بيعملوا جيل بريك بس علشان يشغلوا برنامج اس بي سيتنج ويقدروا يقفلوا الانترنت عن الجهاز، فما تشتغلش الانترنت وما يتتحسبش عليهم دقايق انترنت. تقدر تعمل كده عن طريق ان انت تخش على السيتنج بتاعت الجهاز وبعدين نتورك، بعدين تقفل حاجه اسمها سيلولر داتا او بيانات الشبكه. لو عملت لها اوف الجهاز خلاص ما عادش هيستخدم الانترنت ابدا من على الشريحه، لو عملت لها اون هيشتغل. خلي بالك ان انت لو عملت للسيرفر داتا اوف البوش مش هيشتغل والام ام اس برضه مش هتشتغل، فخلي بالك من الموضوع دوت، لانه ميزه الايفون اساسا ان هو يبقى متصل دايما بالانترنت، فعلشان تستفيد من الايفون لاقصى درجه حاول دايما يكون على اتصال بالانترنت، وحاول ان تكون اشتراكك مع مقدم الخدمه بتاعك متاح في انترنت، وحاول تحصل على احسن سعر في الموضوع ده. من ضمن مميزات الاي او اس 4 انك دلوقتي تقدر تغير الباك جراوند، الخلفيه بتاعت شاشه الهوم الرئيسيه. طبعا الميزه دي مش موجوده في ال 3 جي، مش موجوده في التليفونات اللي قبل كده، لكن عن طريق طبعا الجيل بريك برنامج ريدس نو تقدر تعمل تفعيل لخاصيه المالتي تاسكينج، تقدر تعمل تفعيل لخاصيه الباك جراوند، لكن انا بصراحه ما انصحش لانه جهاز بطيء جدا. علشان تغير الباك جراوند بتخش على السيتنجز وبعدين وول بيبرز. طبعا هتجي لك هنا عندك اللوك سكرين اللي هي اللي بتبقى في الاول، وعندك الهوم سكرين اللي هي خلفيه البرامج. لو دوست عليها بتجي لك لسته بالوول بيبرز، اختار الوول بيبر اللي تعجبك وبعدين قول له ست. تقدر تختار ان انت تحطها في الهوم سكرين او في اللوك سكرين او في الاثنين. طبعا انا هخلي دي في الهوم سكرين عشان اوريها لكم. زي ما انتم شايفين الباك جراوند اتغيرت. ميزة كويسة جدا في الاي او اس 4 ان البرامج دلوقتي تقدر تستغل امكانية الجي بي اس، وتقدر تعرف الجي بي اس في الخلفية حتى لو البرنامج مش شغال. لكن طبعا في ناس كتيرة قوي تقول لك انه ممكن حد يحط برنامج يتجسس علينا، فابل عملت حل الموضوع دوت انه بقى في ايكون دلوقتي فوق زي ما انتم شايفين الايكون المثلث الاسود اللي فوق، هحاول اقربها. زي ما انتم شايفين في مثلث فوق اسود جنب الساعه، ده بيدل على ان البرنامج دوت بياخد معلومات من الجي بي اس عندك، فحتى لو انت قفلت ورجعت لشاشه الهوم سكرين تاني كده معناتها ان البرنامج بطل ياخد معلومات الجي بي اس مني، لكن لو فضلت شغاله يبقى معناها ان البرنامج بياخد معلومات الجي بي اس مني. فدي معلومه كويسه جدا نخلي بالنا منها، ان اي برنامج بياخد معلومه عن الجي بي اس او موقعي دايما هيبقى فيه ايكون فوق تبين ان هو ده بياخد موقعي، فكده مفيش اي برنامج يقدر يعرف موقعك غير لما انت تكون عارف انه فعلا بياخد الموقع بتاعك. لو انت عايز توقفه ممكن توقفه من اعدادات البرنامج او من السيتنجز بتاعت الجهاز كله.